الشعب يحتاج إلى استيعاب. شاب أتركه، هذا الشاب عنده طاقة، إذا هذه الطاقة ما استوعبت، شلون يعني استيعاب الطاقة؟ يعني أن نحول الشاب إلى مؤلف، التأليف يستوعب طاقته، أن نحول الشاب إلى رئيس أو عضو في لجنة خيرية لتكفل الأيتام مثلا، هذا استوعبت طاقته. أن ندخل في ميدان من ميادين الحياة، هذا يريد يشتغل، هذا مندفع. فإذا الكبار ما سووا للشباب مؤسسات تحتوي طاقتهم، شو يسوي؟ من الصبح لليل ما عنده شغل، من الليل للصبح، من الصبح لليل ما عنده شغل، شنو يصير؟ يروح يصير شيوعي. ما اجت موجة شيوعية في بلادنا، فراغ اكو، الآباء ما استوعبوا طاقة أبنائهم، اجى هذا الموج الشيوعي في بلادنا قبل، شنو صار؟ هؤلاء الشباب اللي آباءهم كانوا يصلون صلاة الليل أخذوا يقولون الله ماكو، الله خرافة. هم هؤلاء الشباب والفتيات طلعوا مظاهرات في بعض العتبات المقدسة ويحتفون بأنه بعد شهر ماكو مهار. هم هؤلاء الشباب، يعني إباحية مطلقة والقاضي انذب بالنهار. هم هؤلاء الشباب في العتبات المقدسة ماكو مهار. هذا من هو؟ هذا واحد من الشباب اللي كان يمكن أن يكون عامل في البناء، بناء المجتمع، بناء حياته، بناء آخرته. كانوا يأخذون الناس ويقيدونهم ويلقون عليهم العقارب إلى أن يموتوا. من ذول؟ هم شبابنا، كانوا شبابهم، ما جايين من وراء البحر، لا هم شبابنا. الآن أكو، الآن الموج الشيوعي خراح انتهى، لا الآن أكو موج إباحي، موج إباحي. البارحة أول البارحة ما أدري شو وقت مكتشفين 40,000 فيلم لا يرضي الله في مكان. هذا لمن؟ هذا الشباب. الشاب إذا ما عنده شغل، إذا ما عنده عمل، إذا طاقته مستوعبت، يوقع في خط الانحراف، في خط الفساد، في خط المخدرات. قبل يومين 3 أيام كتبوا أنه اكتشفوا 1,100 كيلو من المخدرات دا تجي إلى هنا. هذا لمن؟ هذا بغفلة واحدة ياخذ ابن أو بنت صديق، يقول له تعال الليلة عندنا سهرة وتنتهي القضية، راح بعها.